أيضا من جزئيات السؤال أو الرسالة التي بعث بها من رمز لاسمه بميم عين ألف، يقول: هل يقول متعوذ من الشيطان الرجيم في الصلاة: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون، وينفث عن يساره كل مرة منفردة، أم يتعوذ ثلاثا ثم ينفث بعد ذلك ثلاث؟ أفتونا مأجورين. نعم، يقول: هل يقول متعوذ من الشيطان الرجيم في الصلاة عند قراءة الفاتحة، يبدو: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وينفذ عن يساره كل مرة منفردة، أم يتعوذ ثلاثا ثم ينفل بعد ذلك ثلاث تفلات؟ أفتونا مأجورين. الذي ورد بعد الاستفتاح أنه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بهذه الصيغة، ولا ينفث لا عن يساره ولا في أي مكان، وإنما يستعيذ بالله بالصيغة التي وردت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.